إذا فعلا مثل ما قلنا من قبل شوي في فصل الصيف تحدث تغيرات كثيرة للجو وتأثر على بعض الناس اللي يعانون من الحساسية في الصدر خصوصا مرضى الربو. لازم نهتم الصراحة في مرضى الربو ونتكلم أكثر بما أن احنا مقبلين على فصل الصيف وأيضا نشوف الغبار ممكن يأثر على هذول الشريحة من الناس اللي فعلا يعانون وايد في هذا الفصل. اليوم راح نتكلم أكثر مع ضيفنا الدكتور محمد البدر استشاري الجهاز التنفسي. صباح الخير دكتور. صباح يعطيك العافية. العافية. موضوعنا اليوم وايد مهم نتكلم فيه ولكن في تقرير مجهزين نشوفه مشاهدينا وراح نرجع لكم إن شاء الله. شفنا دكتور تقرير أو شيء بصبح عليك بالنسبة حق الربو وايد يمكن يلتبس علينا الموضوع بين الربو وحساسية الصدر، هل في فرق بينهم ولا هم شيء واحد يعني؟ صباح النور. صباحك. ما في فرق بينهم، هو مسميات مختلفة لمرض واحد. الحساسية هي أو الربو هو عبارة عن تقلص القصبات الهوائية الكبيرة والمتوسطة الحجم وإلى درجة أيضا صغيرة الحجم الموجودة في الرئة. تقلص هذا ينتج عن أسباب مختلفة، بعضها تكون تحسسية وهذا اللي يسمونها تقلصات ناتجة عن تحسسية أو باختصار حساسية الصدر. أما الربو فهو اللي يكون مثلا أسباب أشياء ثانية أو عوامل مهيجة ثانية غير التحسسية، فبالنهاية مرض واحد ولكن الأسباب مختلفة. طيب دكتور، يعني احنا دائما نربط يمكن أمراض الحساسية والربو بالطقس، نقول غبار، نقول رطوبة ممكن تأثر عليهم، في عوامل ثانية غير الجو ممكن تأثر على مرض الربو يعني تخلي عندهم هالنوبات تصير؟ عوامل كثيرة. تغير الطقس مو بس في يعني تغير الطقس في حد ذاته، ولكن تغير الطقس ايضا في عوامل ثانيه تحصل فيه مثلا الحبوب اللقاح. أي. يصادف موسم حبوب اللقاح خاصه في فصل الربيع او في فصل الخريف، فيكون هذا السبب من اسباب اللي تهيج الربو عند المرضى. في بعض الفطريات اللي ايضا موجوده اما داخل البيوت او خارج البيوت، هذه تكثر في وقت الرطوبة وبالتالي ارتفاع معدلاتها في الجو تأثر على مرضى الربو. في حشرة تعيش على جلد الإنسان أو على بقايا جلد الإنسان بالأصح، وهذه تكون موجودة غالبا معنا في غرف النوم، تكون موجودة في السرير. إفرازات هذه الحشرة وهي صغيرة جدا لا ترى بالعين الحقيقية، هذه الحشرة هذه إفرازاتها تهيج الحساسية عند مرضى الربو، يسمونها دست مايت أو هاوس دست مايت. ففي أشياء كثيرة، في شغلات المتعلقة بالتلوث مثل المصانع ومثل أكزوز السيارات، الدخان يعني هذا اللي السجاير بحد ذاتها يعني من أهم الأسباب اللي نشوفها حقيقة. حتى البخور يعني ممكن يأثر، حتى البخور أي شيء مهيج ممكن يهيج، أو العطور أحيانا يكون بعض الناس، بعض الناس يكون في شغلات بسيطة مثل الضحك، لو ضحكت ممكن يهيج يعني يكح صح؟ مو بس تكح، يهيج عندها الربو، تجيها نوبة ربو يسكر صدرها. سبب أن الضحك دائما عادة يخليك تستنشق هواء ناشف، والهواء الناشف بحد ذاته ممكن يهيج عند الشخص الربو. ومثال ذلك اللي يلعبون رياضة لأنه يستنشق كميات كبيرة من الهواء الناشف أيضا ممكن يهيج عنده الربو، يسكر او يتقلص عند القصبات الهوائيه. الله يبعدني عن الربو، احب اضحك انا وايد، اخاف بعد اليوم انا ضاحكه ولا يعني ما اعترفيني لا سم الله ان شاء الله. زين دكتور، في الارتجاع الحمضي هل له علاقه بالربو؟ اي نعم، في دراسات اثبتت ان الارتجاع الحمضي يهيج او احد من اهم اسباب مهيجات الربو. اول شيء ناس كثير يعتقدون عندهم ربو يطلع ما عندهم ربو يكون مشكلته كلها ارتجاع حمضي، لان المكان تقريبا واحد ويتشابه. ولكن الأشخاص اللي عندهم ربو أيضا الارتجاع الحمضي يزيد عندهم نوبات الربو، قد يكون أن الأحماض هذه تصعد لفوق وتنزل على الرئة وبالتالي تهيج الرئة. الارتجاع الحمضي كلام كم تم هو يعني الأحماض اللي في المعدة، حارج الحارج الحارج أي. الأحماض اللي في المعدة تصعد عن طريق المري، أما تهيج الأعصاب المري واللي هي مرتبطة أيضا بأعصاب الجهاز التنفسي، أو أن هي تصعد وتوصل إلى القصبات الهوائية وتهيج الربو عند الشخص. نعم، فلابد من علاجها وتشخيصها. طيب دكتور، في ناس يقولون فجأة صار عندهم الربو، هل هم يعني كان عندهم مثلا هو مرتبط بالعوامل الوراثية ولا ممكن يتأثر من الطقس من عوامل ثانية ممكن تأثر عليه تخلي يصير عنده الربو؟ نعم، العوامل الوراثية مهمة تقريبا. إذا كان مثلا الأم والأبو عندهم حساسية تقريبا 50% احتمال يجي طفلهم يجي له ربو. نسبة كبيرة يعني. نسبة كبيرة. وتقريبا يعتقدون 2 إلى 3 من 2 إلى كل 3 أطفال أو أشخاص عندهم ربو في عندهم عوامل وراثية.
لكن العوامل الوراثيه بروحها ما تكفي، لازم يكون في عوامل بيئيه يعني مكتسبه من البيئه، مكتسبه من البيئه تهيج عندهم الربو، واحيانا يكون مثلا يجي له دور برد، اي تكون احيانا تدخين، احيانا يكون يتعرض لكميات من المحسسات. لحد الان ما عارفين شنو اللي يعني يخلي السبب. الشخص او يشغل الجين بحيث انه السبب يعني الرئيسي اللي نقول عنه ايه. وتشخيصه دكتور، يعني احنا شعب وايد نحب نفتي، كحيت لا والله حساسيه، سخونه لا والله يعني نفتي، بالنسبه حق الربو شلون نقدر نشخص عشان نتاكد من هالموضوع؟ نعم، في اخر اصدار لهم المنظمه العالميه للربو كانوا يعني اصروا على شغلتين، اول شيء انه يكون التشخيص مبني على الاعراض المريض، اللي مش تكون مره واحده، يعني مش يجي مريض يوم واحد يقول انا عندي ربو جالك مثل ما قلت كحه ولا نشله، تكون اعراض متكرره ولها مواصفات معينه هي تزيد نسبه الاحتمال انه يكون الشخص هذا مصاب بالربو. الشغله الثانيه انه لازم يعمل فحص عن طريق استخدام جهاز يسمونه سبايرومتري او جهاز كفاءه الرئه. هذا الجهاز شويه مزعج لكن هو ضروري للاسف لتشخيص الحاله، ينفخ فيه المريض ويقيس كفاءه الرئه قبل وبعد استخدام موسع الشعب الهوائيه، فاذا حصل تحسن معناته ان هذا الشخص غالبا عنده او تثبت اصابته بالربو. يعني هو فحص دقيق دكتور، مو اي فحص عادي، ولا تشخيص انه مثلا سهل انه واحد يشخص على طول الطبيب يقول ان انت عندك. يفضل عدم التشخيص السهل هذا، احنا احيانا التشخيص السهل لان احيانا انت يكون المريض مثلا كبير في السن غير قادر على اداء الفحص، احيانا تكون الشخص مستعجل او ما يبي يسوي الفحص او يرفض عمل الفحص، فنلجا في هذه الحاله الى التشخيص الكلينيكي، ولكن احنا نفضل ان نعمل التشخيص الكلينيكي بالاضافه للتشخيص. انا اقول صحته ابدا من اي شيء الانسان، يعني ممكن كل الامور تنتظر الا صحته ما تنتظر، فلازم التشخيص الدقيق. اتوقع دكتور حتى بالنسبه لكم نوعيه الادويه شلون ممكن تعطيها حق المريض وشلون هو يتعامل مع الربو يكون افضل، يعني هو يكون عارف حتى بالبيت شلون يتصرف. كلامك صحيح 100%، خاصه ان بعض الادويه او احيانا اذا اخذت تشخيص ربو راح يلتزم معك او يلزمك هذا التشخيص الى مدى حياتك. كورتيزون يعني دكتور؟ اي راح يكون في نسبه من الكورتيزون. طبيعة الحال هذا يعني يثير موضوع ثاني، هو الكورتيزون ناس وايد تتخوف منه لأن في السابق كنا ناخذ الكورتيزون اللي يزيد الوزن واللي يرفع الضغط واللي يسبب هشاشة في العظم، هذا الكورتيزون الحين بطلنا نعطيه لأن هذا الكورتيزون يجي عن طريق الحبوب أو يجي عن طريق الأبر، نادر ما نستخدمه إلا اللهم يكون المريض حالته جدا تعبانة. الكورتيزون الحبوب والأبر هذا، أي نعم. أما الكورتيزون اللي الآن نستخدمه عن طريق الشفط أو عن طريق الكمام، هذا يروح للرئة فقط ما يأثر على الجسم، نسبة امتصاص الجسم منه قليلة جدا، فبالتالي الآثار الجانبية اللي نخاف منها ما عندنا نخاف منها، وآثاره غالبا تكون موضوعية في الفم، فدائما نقول حق المريض بعد ما تاخذ هذا الكورتيزون شويه ماء تغرغر فيهم وينتهي الموضوع. زين دكتور، بما ان تكلمنا عن الادويه، في علاج حق الربو يشفي نهائيا يعني من هالمرض ولا للحين؟ للاسف لحد الان ما في علاج شافي للربو. والدكتور بالنسبه حق العمر، ممكن انا بعمر كبير فجاه يجيلي الربو ولا لازم من الصغر او العاده يكون من الصغر؟ الاغلبيه يبتدون في الصغر، ولكن في نسبه كبيره يطيب عندهم المرض وهم صغار ويرجع وهم كبار. هذا وفي نسبة لا تبتدي معهم الربو فهم كبار في السن. طيب دكتور، الحين يعني تنباع بالصيدليات يمكن أجهزة مالت خلينا نقول الكمامات هذه اللي ممكن الواحد يستخدمها، هل فعلا هذا الجهاز الحين صار قديم ما المفروض انه يستخدم ويستخدمونه بس البخاخ هو افضل يعني علاجه من خلينا نقول هذا الجهاز اللي يشترونه؟ الكمام في مشاكل كثيرة. الكمام اول شيء الكمام لازم تتاكد انه نوعيه جيده، لان انت الكمام مفروض ينتج حبيبات في قياس معين ومو كل كمام ينتج هذه الحبيبات، لذلك لازم تتاكد انه يكون الكمام على مستوى عالي من الجوده. ثانيا الكمام يطلق كميه كبيره من الدواء، فبالتالي يعتبر ما هو يعني تكلفته عاليه على الفاضي، جزء بسيط من هذا الدواء اللي يطلقه الكمام يروح للرئه، والجزء الثاني يروح للعيون، يروح للأنف، يروح للجو، يروح للناس اللي قاعدين حوالينك، لذلك بالتالي يصبح غير يعني مجدي. ولكن احيانا تضطر تستخدم الكمام للشخص اللي ما يقدر ياخذ الأجهزة الثانية او الشافطة او البخاخات الثانية، ما يعرف يستخدمها او ما يقدر يستخدمها،
أو طفل صغير مثلا، نضطر في هذه الحالات نستخدم الكمامات، بس نأكد أن لازم تكون الكمامات ذات جودة عالية. يوم قلت لك طفل صغير يا بالي موضوع ما أدري إذا هو لا علاقة بالرب ولا لا، الحين الحامل المرة الحامل دائما يحوشها بالأشهر الأخيرة ضيق بالتنفس، هل هذا لا علاقة بالرب؟ وإذا ما له علاقة هل ممكن يعني في نصائح نقدر نستفيد منها كامرأة حامل؟ نعم. هذا شغلة فيزيولوجية بحتة. يعني المرأة في فترة الشهر اللي هو الفترة الثانية من الحمل السكند ترايمستر جسمها يفرز هرمونات، الهرمونات هذه تلعب دور أساسي في زيادة التنفس، ترسل إشارات للمخ أن تزيد التنفس عند المرأة، كذلك تلعب دور مهم في زيادة نسبة الدم في الرئة. هذا مهم جدا علشان الطفل يحتاج أكسجين، فلذلك لازم تنفس أسرع ولازم يكون في دم أكثر في الرئة علشان تنقل الأكسجين. هذه التغيرات تعطي المرأة شعور بضيقة النفس. المرحلة الثالثة في الثالث ترايمستر هذه مرحلة نمو الرحم، ويبتدي الطفل ياخذ وضعه ويصير اكثر انانيه وياخذ مساحه اكبر فيضيق المجال المتاح للرئه في النفس، وبالتالي التغيرات هذه تؤدي الى ضيقه نفس عند المراه الحامل. ولكن لو كانت ضيقه النفس زايده عن الطبيعي او كانت تصاحبها اعراض ثانيه ككحه او كعدم انتظام ضربات القلب او الام بالصدر، ففي هذه الحاله لازم تراجع الطبيب، لانه قد يكون الموضوع مو بس تغيرات فسيولوجيه عاديه. لازم تهتم بالموضوع هذا خصوصا بالنسبه حق المراه الحامل. طيب دكتور، الحين احنا يعني سؤالي الاخير ونبي نصايح منك، يعني الغبار والصيف يعني اكثر جونا دائما نشوف الغبار ومرض الحساسيه والربو يعانون وايد في هذا الطقس حتى اللي ما فيهم حساسيه، نبي منك شذي نصائح حق مرضى الربو اللي فيهم حساسيه شلون ممكن يتصرفون؟ أول شيء لازم يلتزم بعلاجه، ما يترك علاجه في الفترة هذه. كثير للأسف يعتقد أن العلاج وقتي، يعني لما يتعب يأخذه. العلاج مفروض يأخذه باستمرار بدون انقطاع، سواء تغير الجو ولا ما تغير. الوقاية أحسن من العلاج أكيد، لذلك دائما ننصحهم أنه قدر الإمكان ما يطلع من البيت، أو إذا طلع في البيت يحاول أن يكون في أماكن تكون مغلقة. لو كان في السيارة مثلا النوافذ تكون مسكرة، المكيف مثلا ما يشغل الراجع، ممكن يستخدم كمام، ممكن يستخدم ماسك يعني قناع على الوجه، ممكن يلبس نظارات لأن حبات الغبار ممكن تيج الحساسية اللي بالعين أو اللي بالأنف. بعض الناس يحط مثل فازلين أو شيء على فتحات الأنف بحيث أنها تلتقط. اي خوش فكرة. ذرات هذه صحيحة. انا استخدم هالطريقة. اكيد ليها زينة. اوكي. اي لا زينة بس شوي. اول مرة نسمع اشياء او يعني مثلا شغلة مو طبية. انا سمعتها من دكتور هذه. ممكن تستخدمينها. الماسك اسهل انا تروالي. او ياخذ مثلا فوطة مبللة. بالماء يحطها على وجهه وهو ينتقل من مكان الى ثاني. ما يلعب رياضة في الجو اللي يكون مثل هذا، يحاول ينطر الوقت اللي يكون الجو احسن فيه. الله يبعدنا عن الامراض دكتور ويشافي كل مريض ان شاء الله يا رب. مشكور دكتور، يعطيك العافيه. دكتور محمد البدر استشاري اكيد الجهاز التنفسي، اعطتنا وايد معلومات مهمه لازم الناس ينتبهون لها. شكرا لك دكتور. حياكم. يعطيك العافيه. مشاهدينا بعد الفاصل نعود، خليكم معنا.